عمي يا عمي عمي يي يي عمي. بسم الله الرحمن الرحيم. بعد هالمساء المعين تسحب باب القلب صلونا على النبي، اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد. طبعا اليوم يا حبايب القلب راجعين على البير اللي فتحناه أنا والهم أبو حياري وأخونا عدي، راجعين في خريطة شارت العم أبو حياري عليها. هسه راح خليكم معاه ويشرح لكم عن الخريطة شو الهدف اللي احنا فايتين عليه، وبنا منكم يا حبايب القلب تدعونا طيحتنا لما نطلع، ضلكوا ادعونا لما نطلع لأنه المغامرة كثير خطيرة. احنا هسه بلشنا نتعمق بإشي مش عارفين شو هو، احنا ماشيين على خريطة وما بنعرف نطيح نطلع ما بنعرف هذا الاشي. راح خليكم على العم ابو حياري، وزي ما عودناكم دايما اليوم كمان معنا عدي اخونا عدي اليوم بالمغامرة. الله يسترنا، الله يستر. مش عارفين شو راح يصير معنا بصراحة. هسه خليكم على العم ابو حياري وبشرح لكم عن الله يسعد هالمساء يا عم ابو حياري. الله يسعد مساك يا اخوي سند، ومساء جيشنا الحبيب عم ابو حياري. ولا قطعان بحديثك، هاي في ناس يوم يتمطحنا بقول لك انت نسيت الشاكوش كيف وصلك تحت. عدي ارفع لي اليزمين والشاكوش اللي معنا وريهم انهن نفس اللون ولا لا، اقلب لي اياهن. طبعا يا اخوان هالتوضيح مش لا اشي، بس احنا بنحب متابعينا نكون معهم بالصورة. عم ابو حياري كمل مغامرتك. التوضيح دائما يا اخوان دائما صراحة، وبيش بعد الصراحة يا حبيبي. حبيبي القلب الله يسعد مساكم جميعا، وبحييكم من قلبي قلب الأردن لكل جيشي الحبيب اللي دائما بعتز بيكم يا حبيبي. مغامراتنا مجرد ما فتنا يا حبيبي، الحدث هو اللي بيحكي يا حبيبي، مش الحكي اللي بنحكيه احنا، الحدث هو أكبر. الحدث يا حبيبي هو اللي بيحكي مش كفعل أو حكي، الحدث هو اللي بيحكي يا حبايبي تحت باطن الأرض. اليوم يا حبايبي راح نتوجه للبير اللي احنا فتنا عليه وطلعنا منه الخريطة، والخريطة يا أخوان طلعت بتورجينا كل إشي وراح نمشي على كل إشي تحت باطن الأرض. طلعت يا حبايبي هاي الخريطة مجرد مقابر ومدافن تحت باطن الأرض، شغلات خطرة. واللي كان يحتوي هاي الخريطة بداخل هالسرداب هذا أو داخل البير أو المقابر هاي، سرها موجود بالخريطة يا حبيبي. يعني هسا يا عمي بتفهم منك إنها مدينة تحت الأرض كلها قبور؟ نعم نعم نعم. وقلت لي بتدل على مساكنهم القديمة؟ شوف الحوار اللي بيني وبين ختيال الغاز دائما بوضح لي، أي غلطة مني أو انحراف مني بيقول لي لا وجه هيك وجه هيك وروح بالمسار هاب وبتمشي هيك. طبعا ختيار الألغاز شرح لي عن الخريطة وشو بتعني هاي الخريطة يا حبايبي مشان أكون واضح معكم. عمي وريهم الخريطة. مش غلط. الخريطة موجودة يا أخوان. وين راحت؟ تكون ضيعناها. لا هاي. يا أخوان هاي الخريطة. هاي جلد. جلد يا أخوان. هاي شايفينها؟ شايفينها؟ لو أحطها مية ما بصير بها إشي. هاي جلد نوعيتها جلد يا أخوان. بس خلينا نوريهم شوي من الكتابات. نعم هيا يا اخوان، وراح اشرح لهم شو بتعني الخريطه بشكل صحيح يا حبايبي، عمي شو مخفي من الاسرار بباطن الارض. هذا الاشي راح نمشي قلت لي فيه قبر ملكي. نعم مش قبر واحد، قبور وشي خطير تحت الارض. نخلصها من اليوم؟ شو تخلصها؟ اذا بدك تمشي على الخريطه هاي وبجوز بدك شهر. شهر؟ شهر ما بتخلصوا هاي الخريطة. في إشي خطير بضرنا هاي كل سرها. هاي الخريطة يا حبايبي عمي خطيرة. أنا ما بعلم، بس لكن أنت بتنزل على باطن عمار الأرض بضايقونا. طبعاً أنت هذا الإشي لابد عنه. أنت مش فايت على دار فيلا ولا فايت على دار حجر يا أخويا سند. أها أنت فايت على باطن الأرض عمرها ألوف السنين تحت باطن الأرض وبيها أسرار. أنا بدي إياك توضح. رايح على سوق ولا رايح على منتزة ولا رايح على صحيح. يعني يا أخوي هذا الحكي ما بزبط. أسا أنت يوم الناس يفوت غريب على بيتك اللي ما فات باستئذان تتفهم معه بطريقتك. أنا عارف، بس إحنا فايتين على تعرف ليش بسأل السؤال هذا عدي؟ تعرف ليش بسأل السؤال هذا من أبوك؟ لأنه المتابعين بحبوا العم أبو حياري
يوضح لهم بأثناء مغامرة. طبعا هذا أنا بإمكاني أحكي عنه، لابد عنه، لازم الإنسان يكون واضح. هسه المغامر يوم يخوض مغامرات لازم يوضح شو السر اللي فايت عليه، أو شو المغزى، أو شو اللغز اللي أنت فايت عليه، لازم توضح للمتابعين. هسه عندك جيش، الجيش لازم يعرف كل إشي، ومتابعينك بجميع أنحاء العالم من أي مكان كانوا لازم يعرفوا شو اللغز اللي أنت تفوت عليه، وكيف بتفك لغزك بشكل صحيح، والمنطقة اللي بتفوت عليها هذا الإشي. وهسه اليوم وين صفنا أنت؟ صفنا بهالدنيا. أيوة، اليوم أنت يا بوقفتك هون، من هون لا تتحرك. الجماعة اللي قلتك عنهم بتبلغهم، تمام، ورقم عندك موجود، موجود، سمح الله ما رجعت من بطن الأرض يابا، بلغهم يجوا ينقذوني، سمح الله بجزء الأرض تأخذني. أنا أسا أنا بدي أتوجه أنا وسند بطن الأرض، ما بندري شو راح يصير معنا. صحيح، ومنا دائما دعواتكم يا حبايبي. هات الحبال يا أبي، هات الحبال. ويا أخوان أسألكم بالله، كل اللي بتابعنا على التواصل الاجتماعي، سألتكم بالله دائما تدعونا، وبالله كل اللي بتابعنا إنه يدعينا. يا أخوان أنا ما بطلب منكم شهرات، ما بطلب منكم مصاري، بطلب منكم مناش منكم شيء، ما منا منكم إلا دعوة. دعوة، دعوة. إحنا من تحت باطن الأرض كيف طبعا، وما بنعلم شو بيصير بحالنا. في ناس يا عمي بقول لك يعني مفكر إنه مثلا كل ما تطيح تحت باطن الأرض بدك تطلع جن. يا أخوان إحنا ما بدري يا أخوان، جزء نفوت وما نرجع، جزء ما بنعرف، جزء خلاص تكون آخر مغامرة إنا. يا اخوان تفاءلوا بالخير وتجدوه، دائما احنا نتفائل صراحه. عمي احكي لهم انه ختيار للغاز قال لك في اشي هون بالخريطه راح تنأذوا منه، بس احنا ما بنعرف اذا نصل له هذا الموقع ولا ما راح نصل له. احنا بجزء نحكي حكي بجزء ما يبين. حبايبي الله يرضى عليكم جميعا، احنا بنتوكل على الله، وما بندري معانا شو بصير بباطن الارض، وما بعلم الا رب العالمين. بس احنا ما بنقدر نحكم إنه شو بيصير معنا واللي ما بيصير معنا. إحنا رح نتوجه لهذا الإشي، هم لو يحطوا حالهم مكاننا أنا صحيح حبايبي طورت عليكم بالشرح، لكن أنا بحب دائما أوضح وصل رسالة لكل متابعيني. شو المغامرات اللي منخوضهن، والله أعلم نروع أولادنا ولا ما نروح، ما بعلم بيها إلا رب العالمين، إلا ربنا حاكم عادل بهالدنيا، هو اللي ربنا، هو مالك العرش، وإحنا متوكلين، وإحنا كلياتنا عبيد لله، ونتوكل على الله. وادعونا يا حبايبي الله يسر أمورنا ويسر أموركم، وكل من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله ومحمد رسول الله، احنا متوكلين على الله. وعدي عدي خليك بدك دير بالك، تمسمر تمسمر، وراح نصورهم. أي شيء صار معي مباشرة ببلغ الجماعة اللي أمي قال لي معنا ساعة، ساعة ونص بالكثير إذا ما رجعناش. أنا ذاك اليوم كنت بدي أروح خلص. لا انت بس أصبر يعني أصبر. أنت مش ساعة ونص، ساعة ونص احنا بنكون معايرين عنا على الساعة، احنا عندنا ساعتنا منعيرها معنا واحنا نازلين. طيب تمام، بس يعني اذا تاخرنا بعد الساعه ونص ربع ساعه بتبلغ بلغ يعني ساعه ونص بلغ. رسمي وربع ساعه اعطينا مجال. ادعوا لنا واحنا بنتوكل على الله، وان شاء الله راح نصوركم يوم نصل هدفنا تحت الموقع، بلش الحدث بمشيئه ربنا، راح نصور داخل البير يوم نفوت جوا. ويسعد قلبكم جميعا، وسامحونا يا اخوان اذا ما رجعناش على هالدنيا، واحنا ما بندري شو بصير معنا بباطن الأرض بجزء. طبعا يا حبايبي نزلنا بقاع البير. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أخوان هاي المنطقة تحتوي على سر كبير تحت باطن الأرض. خريطة معك؟ الخريطة موجودة، راح نشوف شو المواقع المخفية داخل هالسراديب. بسم الله، والمواقع اللي جوا نقول دائما يا رب يا أخوان. يلا يا رب نتوكل على الله، وخلينا نشوف وين راح نصل داخل الأرض، ونشوف شو مخفي من الأسرار. وخليك معي يا أخوي يا سند. يلا قول يا رب، توكلنا على الله. دقيقة يلا هيا بدأ زمنا. بسم الله الرحمن الرحيم، دير بالك يا عمي. بس يا اخوان عشان نلبس الشنطة. الرحمن الرحيم، شو عمي؟ بسم الله يا ابي يا رب. بسم الله بسم الله، هذا قبر تحت باطن الارض. بسم الله الرحمن الرحيم، عمي دير بالك.
طلع الفخار. طلع عمي الخفاش فوقيك. شفته؟ دقيقة دقيقة. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله. بسم الله. دير بالك يهاجمك. خلي. لا تلبس بيب. ولا. بسم الله. طل. شو هذا؟ زرار. حاولين منه شيء غم. زرار. مخفية هاي. مقابر تحت الأرض سرها. دور بنات بلكن شيء يكون ناسينه. شوف كيف الفخار القديم. يا الله دير بالك. أي شيء؟ طيب. جاهز. بسم الله الرحمن. بسم الله. بسم الله. بسم الله. أعطي عمي؟ لا لا. تفوت بيه لحالك يعني؟ آه يا دوب. طيب يلا. شو يا عمي؟ بسم الله الرحمن الرحيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله يا الله. يا الله. في شيء؟ هذا قبر. بسم الله. قبر بس مدفون به تراب كثير. عمي في شيء بيتحرك غاد. عمي. هذا قبر. ترى قبر. بسم الله الرحمن الرحيم. ترى فاضي تحتيه. ايه. فاضي. خلينا ننتقل للسراديب اللي داخل الكهف فاضي. طيب يلا. نشوف شو مخفيات من الاسرار. وبعدين بنوضح ونروح نمشي على تعليمات الخريطة شو بنقاط عليها نمشي عليها. يلا توكل على الله. اطلع قول يا رب. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الخفاش واقف حرس. بس مناش ننكش اي نكشة عنه اي نكشة غلط. خاف نتآذى من عمار الأرض. يلا توكل على الله. الا ما نحصل حالنا بشكل صح. امسكك. نقول دائما يا الله. دائما يا الله. يا رب انك تحمينا يا الله. بسم الله. يا رب. هاي الأرض مخفية من الأسرار شغلات كثيرة. بسم الله الرحمن الرحيم. عمي احنا خلنا نعدي. بسم الله. عمي في أصوات هيك. ها؟ شوف السراديب. بسم الله. بسم الله. كل يا أخوان فيه. يا الله يا الله يقدر يفوت من هالبنات. بسم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله يا رب الحمد لله. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا رب يا الله يا رب يا وي يا وي يا رب يا رحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا وي بسم الله. بسم الله من الشيطان الرجيم. عمي صح المدخل؟ كنا بيضيع عليك. بيضيعك؟ سمعني نطلع من هون وفوت على المدخل الثاني. انا اكتب في الكاميرا تقدر تصور انت طالع. شو بدي كيف بدي اصور وانا طالع؟ طب خل جرب انت اطلع لفوق. طيب ارمي لي عدي مشان اقدر اسحبها. يلا هسا انا وراك بطفي الكاميرا وبطلع. بس اطلع منكمل. طبعا يا اخوان نفس الموقع بس طابق ثاني يا عمي. طابق ثاني. بسم الله الرحمن الرحيم. اعوذ بالله من الشيطان. في صوت حركة شي يا عمي ورانا. صدق بالله. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ عمي والله متت. متت. شو الطريق هاي يا اخوان؟ مش طبيعية ضيقة. شو يا عمي؟ أبي يلا روح قول يا رب. يا رب اخوان اخذتنا على منطقة ثانية نفس المكان بس كان ضيق كثير. شوي شوي يا عمي دير بالك. بسم الله الرحمن الرحيم. شو طبيعي
يلا يلا توكل على الله. ضيق مش قادر والله يا عمي اصور من هون. مش قادر اصور هيك. بسم الله. بسم الله. إيه هذا؟ يلا بحاول بحاول قد ما اقدر يلا قول يا رب. خنقت يا عمي. خنقت؟ والله خنقت. يا رب. كل حال. سراديب كيف باقي انت عم يسوي سراديب تحت باطن الارض؟ كل سراديب. يا الله. كثير؟ طيب شو اعمل؟ خنقت انا. لا اله الا الله محمد رسول الله. علقت؟ طب دقيقة دقيقة خليني اطفي الكاميرا واجي اساعدك. اخوان حبايب القلب بس خليني اساعد عمي انحشر جوا. خليني نوسع الطريق. طبعا وسعنا منها شوي اخوان. شو يا عمي؟ بسم الله الرحمن الرحيم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. شو يا عمي؟ عمي خنقت؟ شان الله حاول. شوف بسم الله الرحمن الرحيم اعوذ بالله تراجع يا عمي. يا الله بسم الله الرحمن الرحيم. دقيقه عمي دقيقه. بسم الله يرضى لك. بسم الله ابي دقيقه. خنقه يا عمي. يلا قول يا رب. بس بدي ادنق شوي بس عشان اقدر اطلع. اخوان من سرداب لسرداب. وعمي بعدين؟ دير بالك سرداب تحت باطن الارض. خليك انتبه ها؟ يلا توكل. خليني اشوف. دير بالك عمي بالله عليك دير بالك. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شو مالك عمي؟ 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 يا عمي؟ عمي يي يي عمي. بسم الله الرحمن الرحيم. اخ راسي. عمي عمي يا عمي يا عمي شو مالك؟ وينك وينك عمي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. عمي صاحي؟ بسم الله بسم الله اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عمي كيف وقعت هون يا عمي؟ انت مش شايفه يا عمي؟ شان الله. عمي تقدر تطلع؟ عمي عمي يا عمي مشان الله كيف بدي اطيح عليك؟ يا ربي تساعدني يا رب اروح اجيب عدي. عمي عمي بعيد يا اخوان بعيد بي 4-5 متر اذا ما ضيع. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خل عمي عمي اتركك وراح اجيب عدي. عمي اخوان خايفين خنق انا خايفين خنق مشان الله. عمي يا عدي عدي عمي مشان الله بعيد المشكله بير معيش حبل. يا الله يا الله يا الله يا رب يا رب يا رب الصبر. يا الله يا رب يا رب يا رب يا رب. عمي مشان الله عمي اتركك وروح. عمي جيب عدي. عمي خايف جيب عدي. بسم الله الرحمن الرحيم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله يا اخوان بسم الله الرحمن